مشاهدينا متابعين، نحن مباشرة من بيال متابعين الأجواء اللي عم بتصير بجمال وكيكان، وبيشرفنا هلأ نستقبل معنا مصمم اللبناني العالمي اللي لبس أهم الأسامي والنجمات العالميات أيضا يلي عم بيشارك بجمال وكيكان. بنستقبل المصمم اللبناني العالمي رامي القاضي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك رامي، اليوم معنا بتحلى الحياة لايف من بيروت من بيال بإيفنت جمال وكيكان. أنت بتمثل اليوم مصممين شباب للناجحين، شو هي النقاط يلي رح تناقشها بجمال وكيكان؟ بكرة عنا توك نحنا أنا ولانا وحسين بازازا. أنا رح أحكي عن الكوتور. حسين هو ديزاينر عم بيعمل ريدي تو وير، ولانا عم تعمل إي كوم، فرح نحكي عن كيف how to build a brand، كيف واحد ديزاينر يصير اسمه براند. أوكي. وكيف ينتقل على ليفلز بمسيرته المهنية. رامي، يعني جدا مهم رح يصير في السبيكر، يعني في اشخاص كمان جايين as fans لإلك وايضا كتلميذ بهذا المجال. يمكن انت مش اول مره بتحكي ام بالسوشيال ميديا ام باللقاءات، ولكن هالمره رح يصير في المقابله شخصيه بينك وبين هالاشخاص. قد ايه هذا الشيء بيشجع وبيساعدهم ايضا لانه الاكسبيرينس تبعولك عم تعطيهم اياهم؟ يعني شوف، انا هيدا مش اول مره بعملها، معود عليها، يعني عملناها بمصر، عملناها بالكويت، عملناها بقطر، وبعملها هون بجامعة الأزمات. عم بتكون كثير منيحة لأنه عم بصير في كثير انتر اكشن بين التلاميذ، أما بين اللي عندهم شغف ولا حابين يعملوا أما خوفانين، فبتشوف انه عن جد انه بتقدر تفيد التلاميذ، بتقدر تحطيهم على الطريق الصح، بتقدر توجهيهم، سو هذا الشيء كثير حلو يعني بنبسط فيه. أكيد نحن بنبسط فيك رامي ومفتخر فيك كمصمم لبناني. أنت بلشت بعمر صغير يعني وحققت نجاح كتير كبير، كيف كان مشوارك هذا الطويل وعلى مين اعتمدت؟ مين كان سندك؟ أو شوف، أنا بعتقد عندي اثنين تورنينج بوينتس بحياتي. أنا بلشت مزبوط أول ما تخرجت من الجامعة، فتت بستارتش، ستارتشي فاونديشن تو بروموت يونغ ديزاينرز، وبلشت انعرف، صار عندي زباين. بس بعتقد التورنينج بوينت هو وقت ما بلشت اشتغل مع مريم فارس. حسيت انه فتت، صار كل العالم تعرفني، فتت على الدول العربيه، صار عندي كثير زباين. اليوم تعتبر هذا الشيء اساس انه كل مصمم كنقطه انطلاق له يتعامل مع فنان مشهور؟ ما في شيء اساسي، كل واحد هو بيتبع الخط اللي هو بده اياها، وانا اجتني اذا بدك فرصه عرفت استغلها. وبعتقد ثاني تورنينج بوينت لإلي وقت ما بلشت صاروا البرس الأجنبية تعرفني، وقت ما بلشت أعرض باريس فاشن ويك. بعتقد أنا هون صار عندي بصمة قوية يعني طبعاً الموضة. وبكرة كسبيكر بجمال وكيكان شو رح تعلمهم؟ شو هالمرة رح يكون في تورنينج بوينت بحياتهم من وراء السبيتش تبعولك؟ على أمل أنه يكون في تورنينج بوينت، على أمل أنه نكون عن جد عم نقدر نكون يعني إنسبيريشن لألون. شو رح علمهم؟ رح نحكي عن خبراتنا، ورح نقول لهم نحن كيف صارت معنا. وبتعرفي نحن على طول حتى نحن وقتها بنشوف الديزاينرز الكبار، بنشوف قصة حياتهم. هذا الشيء كثير بأثر فينا، ونصير نعرف كيف نتجه. اوقات بنكون عم نفكر بطريقه غلط، نتجه بطريقه صح، وان شاء الله هيدا الشيء يستفيدوا منا. رامي، حنشوف بلاير صغير نحن عنك ونرجع نتابع الحديث.
دائما في ابداع بتصاميمك رامي، مش جديد عليك ابدا والهام ايضا. كيف بكره بكت لهم كل اللي حابين يحضروا كمان المحاضره اذا بدنا بطريقه بس فن اكثر، بتدعيهم بكره مشان تكونوا متواجدين معكم بجمالك على ليك؟ رح تكون عن جد فيري انترستينج بانل، لانه عم نحكي عن ثلاث سيكتورز مختلفين. يعني انا اليوم عم بدي اعطي كيف انا عم بشتغل بالكوتور، حسين رح يعطي كيف هو عم بشتغل بالريدي تو وير، واليوم لانا الساحل اللي هي كانت بلوجر اليوم تقلت لبراند صار اسمها معروف وصارت عم تبيع ايتمز مع كولابوريشن مع ديزاينرز. سو الايكوم اليوم شيء كثير مهم، يعني الديجيتال صار شيء كثير مهم اليوم. ففي يعني اذا بدك عملوا تيرنينج بوينت بعالم الموضه كله، يعني ما بقى السوشيال ميديا ما بقى الشغله التقليديه ماشيه، عرفتي؟ سو بعتقد رح تكون فيري انترستينج اي هوب. نعم خبرنا رامي كيف يعني كيف بدك تعلمهم انت؟ يعني شو الطريقه شو راح تعطيهم اكزاكتلي؟ نحن لنكون صريحين بكره ما في تعليم، يعني هو هي البانل نص ساعه ما 40 مينتس، يعني كل حدا منا راح يقدر يحكي 10 تو 15 مينتس ماكسيموم. ما راح نقدر نعلم شيء فعلا، يعني منا ورك شوب نصايح، يعني نحن نعطي ورك شوب 8 اورز. هي راح تكون نصايح، راح تكون انه واحد عم يسمع قصه حلوه عم يحضر مثل دوكيومنتير على تي في نص ساعه بيستفيد منه كثير. يعني هيدا هي راح تكون اتس مور انسبايرينج، ياخذوا نوتس يقدروا يشوفوا كيف كيف الامور بتمشي وكيف الامور بتصير. يعني از ديزاينر، يعني مصمم عالمي رامي حضرتك كمان جمالك كوم، شو بتضيف وانت شو بتعطي ايضا بهيك حدث كبير عم بيصير ببيروت؟ انه عن جد لجمالك كون انه نحن شغالين مع جمالك وبنعرف الاكيب وبنعرفهم كثير منيح، بنعرف قد ايه هن بروفيشنال. بس عن جد انصدمت امبارح وقت جيت على الاوبننج انه حاسس حالي بيوروب، حاسس حالي عم بحضر كونفنشن عن جد بوطن بيوروب عن جد. يعني العالم اللي موجوده كيف منظم، البروفيشنال العالم اللي جايين من برا عن جد وير فيري براود اوف ذيم. واكيد انا ام فيري براود تو بي بارت اوف جمال وكي كون. سو بعتقد يعني هن عم بضيفوا اكثر من ما نحن عم نضيف. نحن بركه عم نضيف انه انا بضيف شوي وغيري بضيف شوي، بس هن عن جد جمال وكي كون يعطيهم العافيه. نحن اكيد فخورين بهالايفنت الضخم اللي عم بيصير لاول مره باطلاق نسخته من بيروت. رامي اليوم كيف تستوحي انت، يعني كيف هيك بتستوحي تصاميمك؟ اي امراه بتلفتك الديزاينر بعتقد ما في شيء ما بخليه يكون ما عنده انسبيريشن. يعني مش انا بروح بدي اروح لهونيك تنبش على انسبيريشن. اليوم انسبيريشن ممكن تجي من يور توب، كيف الورود معمولين ممكن تشوفها بغير طريقه من العالم كلها بتشوفها. ونحن هذا الشيء بنعلمه بالوركشوب. يعني انا بحط ماي مود بورد، كل العالم بتشوف شيء كون انا شفت شيء ثاني بداله. اوقات بشيل عوانات تعيش عم غبى بصير اتخيل شو القصص اللي عم يزوا. اوقات وقت اعيش بكولكشن عن جد بحلم فيها، عندي على طول نوت بوك بايد شو حلمت بالليل. حلو. وانسبيريشن از افري وير اند اني وير، ممكن دفو، ممكن كاربت مركبه غلط، يعني بتجي هيك شيء. مهم ضلك واعية، ضلك مفتحة عيونك 10/10. امبارح مسجلينهم يعني ضلك في ورقة وقلم منسجلهم. دائما الإبداع له مطرحه بعالمك الخاص. يعني امبارح قد إيه أنت كمان أخذت انسبيريشن من هالستاندات الحلوة الموجودة اليوم بلبيان بجمال كيكو. ستاندات روعة وكثير حلو إنه وبراندات عالمية. إيه أند ذير ميكسينج بيوتي أند فاشن. يعني نحن دوماننا الفاشن، فوقتها بشوف خصوصا انا كصبي يعني ما كثير بهتم اذا بدك بالكوزماتكس ولكن هي بارت من شغلكم اكيد 100%. بس اليوم وقت عم شوف كيف عاملين الفيجوال مرشندايزنج تبعهم والالوان وهيك، يعني صرت امبارح روح عم برامج فتت على كل الستاندات عم بلعب شوي بالالوان بالالوان لانه كثير حلوين عن جد. حلو، يعني هالانسبيريشن دائما موجوده باداء التفاصيل. ايه لا عن جد I was هيك amazed امبارح. حلو. اليوم كيف تدعي الكل رامي يلي ما نزل على هذا الايفنت؟ كيف تدعي انه ينزل عن جد؟ لانه ايفنت جدا مهم. ما بقى في اكسكيوز. اليوم خلصنا شغل كلنا، صارت الساعه 5 بقى في شيء باقيين للتسعة اليوم وبكره كمان ويك اند. ما التقى اسمها خرج بحر فلازم تجوا على جمال ديكون. ما عندك اي حل ثاني. ما عندك اي حل ثاني، لازم تجوا على جمال ديكون. نحن نتشكرك ونتشكر وجودك معنا، ونحن عن جد بنفتخر فيك وكل التوفيق لكم. ميرسي لك.